أدى المغربي مصطفى دنجر أحد أفضل ممارسي لعبة التوازن والحبال أول عرض له في أمريكا اللاتينية بعد سيره على حبل من الصلب يرتفع 50 مترا في وسط العاصمة التشيلية سانتياغو. وقطع دنجر الذي يمارس هذه العروض الخطرة منذ 30 عاما وحطم عدة أرقام قياسية فيها مسافة 150 مترا خلال دقائق معدودة معلقا في الهواء بين مبنيين في وسط سانتياغو. ويعد الاستعراض الذي قدمه المغربي الشهير بلقب ملك الحبال هو الأول الذي يؤديه مصطفى في أمريكا اللاتينية في مستهل جولة مع سيرك حراس الغابات، وهو عرض من أجل لفت الانتباه لقضية إنقاذ الأرض عن طريق إظهار كيف أن تغييرات طفيفة قد تصنع الفارق في حماية البيئة. وأكد مصطفى بعد عرضه أن فكرة تقديم استعراضه الذي يتضمن رقصات وقفزات حرة العام المقبل في تشيلي تروق له. أحب عادة الرقص فوق الأحبال، أقفز فوق 4 أشخاص، وهذا هو العرض الأساسي الذي قدمته طوال 7 أعوام في الولايات المتحدة. أنا محترف في الخوف، ومع الصبر ومعرفة أن لديك أرقام مسجلة في جينيس وأنك الأفضل. وسبق لمصطفى تقديم عروض تحبس الأنفاس، وكان أبرزها عندما عبر على قدميه وبدون أي إجراءات حماية ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد من الجهة الشمالية إلى الجنوبية للملعب مسافة 200 متر على ارتفاع 40 متراً.